يا بن غيت والانطلاقه السريعه من جانب لاعبي الوداد والعوده الموفقه وفي خطا. يقول حكم المباراه من امير سعيود عبد الرؤوف بن غيت. طبعا هو عبد الرؤوف بن غيت مع المنتخب الاولمبي كان يلعب في الرواق الايمن كمدافع واصلا وسط ميدان، استعين به كلاعب رواق ومدافع ايمن لنزعه هجوميه كبيره. طبعا هو اصل مكانته في وسط الميدان، لاعب عمره 21 سنه. لما تسمع جماهير فريق اتحاد العاصمه تهتف وتشجع وكانك تسمع في اغاني ملحنه بشكل رائع جدا. ونصنفها ضمن خانة الأفضل على الصعيد المحلي على الأقل. الكرة في المخالفة عن طريق بن شرقي، أوبو بو 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 رائعة، كرة من أروع ما يكون وخروج عشوائي من محمد لامين زماموش، ليس من عادتك، خرجت وتفوقت، خرجت كمل، تبقى في مكانك أوكي، أما إذا خرجت فكمل. شوف هنا في منتصف الطريق محمد لامين زماموش كاد يباغته قلب الهجوم، دعوه ويسجل الهدف الأول.